في ثورة 30 من يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول أنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العريق. وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على 9 مدن مصر وقراها دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي عنوانه أن مصر للمصريين، ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين.